FM. الكلمة ليك. اهلا وسهلا بكم في المستر تيك للسنة الثانية على التوالي، وينتظر هواوي مرة هذه في قائمة أكثر العلامات التجارية قيمة في العالم. تحسن الموقع متاحة لسنة 2015 من خلال الأجهزة متاحة العالية الجودة والراقية برشا، واللي تتبعها بيانسير في الحملات التسويقية الكبيرة متاحة. نحكيو اليوم على هواوي اللي تقدمت المرتبة 40 من بين 500 علامة تجارية حول العالم لسنة 2017، وين قائمة الشركة البريطانية شركة هواوي بتب 25.23 مليار دولار، أي ارتفاع بنسبة 28% على السنة اللي فاتت. دونك هنا وين تقوم شركة براند فاينيسز كل عام بتقييم الالاف من العلامات التجارية الكبيرة، والاختيار بينشر قائمة براند فاينيسز جلوبال 500 اللي هما بينشر يختاروا 500 شركة الاكثر قيمة في العالم الكل، منهم هواوي اللي توصل حتى للمرتبة 40. دونك هذا كل في سنة 2016. نحكيو اليوم على افضل سلسلة بالنسبة لشركة هواوي. نحكيو على السلسلة متاع او السيري متاع البي، دونك البي بي 9 بي 10 وغيرهم تليفونات هذوما، والميت اللي هما الميت 8 والميت 9 زادا، وثمن الميت 10 جي في 2. دونك هذا كل بالنسبة لشركة هواوي واهم التليفونات اللي بعتهم في بعتهم في سنة 2016. دونك هنا نحكيو على السنة اللي فاتت اللي نوصل شحن بتاع تقريبا اكثر من 140 مليون سمارتفون في جميع انحاء العالم. تباع 140 مليون سمارتفون في العالم الكل، دونك مع حسن تاع السوق اكثر ب 10%، يعني زياده ب 29% على السنه اللي فاتت. عملوا تفتوفه باهيه. فوالا، دونك هنا نحكيو على شركه هواوي في العائدات نتاعها وصلت حتى ل 178 مليار يوان لسنه 2016، اي بزياده توصل حتى ل 42% على سنه 2015. دونك اليوم هواوي قاعده معناها تطلع بشوي بشوي في كل عام. صحيح احنا نعرفوا اللي هي ماركه ثالثه في العالم، لكن كي نحكيو على القيمه نلقاو شركه اخرى اقوى كيما مايكروسوفت كيما وغيره من العلامات التجارية. خاطر مش نحكيو على شركة متاع سمارت فون، نحكيو على شركات تكنولوجية عالمية، كي نحكيو على جوجل، نحكيو على فيسبوك، نحكيو على غيره من الشركات هذية. دونك اليوم نحكيو على هواوي وصلت حتى للمرتبة 40 ما بين 500 شركة عالمية. نمشيو شركة ال جي، ونحكيو اليوم على ال جي جي 6 التليفون اللي خرج الجديد. دونك التليفون هذا اللي باش فيه تصميم انيق برشا وعصري، ومام حتى الديزاين نتاعو باش يكون بلار مع بيانسور الكادراج او بتو نحكيو على لون بلاج ميتاليك. دونك هذايا بالنسبه للتليفون كي نشوفوا الديزاين نتاعو من برا. ابار سا نحكيو على الفيش تكنيك نتاع التليفون هذا، نلقاو التليفون صح من اهم الحاجات اللي فيه انه واتر ريزيست، يعني تعيشوا في الماء ما يصيروا حتى شيء، مقاوم للغبره. يعني ما نعرفوا باش نقول لك شنو دخل الغبره في هذايا. الغبره تنجم تسد حتى لي بافل تاع التليفون الميكرو، معناها في يد معناها حاجات اخرين نجموا يخليها مشكله كبيره في ميم حتى البروسيسور كي تغبر برشا. نعرف احنا البي سي عادي يقول لك ساشور من الداخل، دونك ثم شكون يا اخو يونيتي سنترال وساشور، على خاطر كي تندي ديجا هو يتغبر زاد هاك الكارت مير ولا الكارت جرافيك وكذا، ياثر برشا على فونكسيونمون تاع البي سي. حسب الذهبي تريك ولد حومتنا اللي هو يصلح التليفونات يقول لك الغبره باهيه لنداء، الغبرة أرحم باهي لنداء، لازم يكون مغبر خير من يكون مندي. اللي مندي لا مغبر. تحية للذهبي تريك. فوالا الذهبي هكا اسمه تريك. تريك زاد دونك تحية كبيرة للذهبي تريك. أما جوست نقولوا راه لازم لا يكون مغبر، لا يكون زاد أما الغبرة أرحم هكا يقول. هو أرحم برشا خاطر الندوة تنجم تهلك فاسيلمون القطايع، بار كونتر معناها الغبرة الذهبي تريك صحيح. فوالا الذهبي تريك صحيح شوية باهي مش مشكلة. ما نعرفش من طلعت فيه لسه مش مشكلة. نسلموا عليه برشا السيد هذا ولد ريان. سلموا عليه برشا. دونك نحكي شوية على فيش تكنيك تاع التليفون هذا، نلقاو فيه اندرويد 7.1 من بيان سور من عند اندرويد جوجل. دونك هذا بالنسبه للسيستم ديكسبلوتاسيون نتاعو. التليفون هذا يوزن 163 جرام كهو. بالنسبه للكروم نتاعو بالاي بي اس ال سي دي، بالنسبه للكروم باش تكون كبرى تقريبا او التايم نتاعها 5.7 بوس، يعني نقصوا 0.3 يولي فابليت. التليفون هذا بريزوليسيون بيان سور توصل حتى 2880x1440. دونك سناب دراجون 821 بالنسبه للبروسيسور نتاع التليفون هذا. الرام 4 جيجا. بالنسبه للكاميرا نتاعو باش تكون 13 ميجا بيكسل بالنسبه الكاميرا العاديه نتاعنا، و5 ميجا بيكسل بالنسبه للكاميرا فرونتال ولا الكاميرا نتاع السيلفي. والستوكاج انترن يوصل حتى ل 32 جيجا مع الكارت ميكرو اس دي. لوتونومي تاع الباتري توصل حتى ل 3300 ملي امبير اور، ما تتنحاش باتري ما تتنحاش انتجري. دونك هذه الحاجات ممكن مش باهيه برشا في التليفونات. نحكي على تكنيك نتاع يعني الشارجمون، تشارج تليفونك كذا رابيدمون. نلقاو الكويك شارج 3.0 هي تكنولوجيا تتزيت باش التليفون يتشارج في اقل وقت. كيما قلنا نحكي على تليفون ووتر ريزيست وزاد غبره ريزيست بالنسبه للتليفون هذا.
نمشيو نحكيو على الكوري الجنوبي المنافس مرة هذه. أنا كنا نحكيو على LG أكيد باش نحكيو على سامسونج. بالنسبة لسامسونج اليوم نحكيو على دو سمارتفون باش نلقاوهم في الأيامات الجاية. نحكيو على الاس 8 والاس 8 بلس، دو سمارتفون متى مش الإعلان عليهم في الموبايل وورلد كونغرس. تعرف اللي انتي اللي سامسونج اخذت استراتيجية انها تحب تسلط الأضواء على التليفون هذا اذا كان باش يتم الإعلان عليه وحده. دونك اليوم نلقاو زوز تليفونات هذوما حسب المواقع الصينية بيان سور، هو من كوريا الجنوبية والصين هي اللي تسرب في المعلومات. دونك كيما موقع ويبو اللي هو الريزو سوسيال نتاع الصين. دونك اليوم نحكيو على دو سمارتفون. الاس 8 باش يكون بإكران 5.8 بوص يعني إكران كبيرة، والثاني باش يكون البلاس معناها الفيرسيون تاع البلاس باش تكون 6.2 بوص. هذوما لي دو سمارتفون. بالنسبه للكاميرا 12 ميجا بيكسل، يعني نحكيو اليوم على ريزوليوشن عاديه بالنسبه للكاميرا 12 ميجا بيكسل مش حاجه كبيره برشا. نلقاو زاده التليفونات هذوما باش يخرجوا نهار 29 مارس 2017 في مدينه نيويورك الامريكيه. اكثر تفاصيل تلقاو على موقع twitech.com تنجمو ترجعو للسيت انترنت نتاعنا www.cabradio.in والا على الباج فيسبوك نتاعنا راديو كاب اف ام باش تتفرجوا في الفيديو اللي صورها لكم اسامه. كاب اف ام الكلمه ليك.